لكن أيمن في شباب فكروا يعملوا كلمات مش كلمات يغنوا برضو. أنا ما بشوفش إن دي تبقى فرنجة قد ما هي محاولات من بعض الشباب إن هم يقدموا أغنية باللغة الجديدة. إحنا النهاردة زمان وقت ما أنت حتى ما كنت في مدرسة إنجليزي كان نادر إن يبقى في مدرسة إنجليزي. النهاردة المدارس الإنجليزي والمدارس اللغات بقت كتيرة جدا طبعاً. وخرجين المدارس دي بجد معهم لغات مظبوطة وكويسة يخشوا جامعات وبيبقوا مؤهلين ان هم يتكلموا. بس حتى احنا الجيل بتاعنا اتظلم برضو كان في بداية المدارس اللغات بس كان تلاقي برضو التعليم هناك مش متهيألي انت مدرستك اكيد كويسة انت اللي كان العيب فيك. وممكن والله معايا معايا ناس كويس بس ليه برضو ناس لما دخلوا مثلا اداب انجليزي وكده قالوا لنا يا جماعة احنا كان بيضحك علينا لما دخلوا ابتدوا يتعلموا حاجات فلقوا النطق فعلا وحاجات كتيره جدا كانت لا كانت بتتقال لنا غلط في حاجات كتير يعني. طيب يعني انت مع الناس اللي ممكن يغنوا انجليزي هنا في مصر او للعالم العربي يغنوا اغنيه انجليزي او حتى اغنيه ممكن عربي تبقى بالانجليزي؟ وانا مش فارق بالنسبه لي المهم انه بيقدم فن كويس. بالعكس انت ممكن لو عملت التركيبه ما بين الانجليزي والعربي او المصري انت بتفتح سوق بره وبتعرف الناس بره بنوعيه اغانينا برضو فده شيء مش انا في معايا شباب عاملين محاوله. طب حلو. وطبعا مجرد ما عرفوا ايمن بهجت موجود دي بالنسبه لهم كان حاجه يعني ما شاء الله انت النهارده من افضل الناس اللي مقدمين اعمال في السوق. فاحنا نشوف دعاك ليه ربنا يخليك والله عمري ما دعيت لك ايمن بس يعني هو ربنا بيكرمك يعني احنا نستقبلهم ونشوف رد فعلك عليهم. اهلا وسهلا خليك ايمن هم تفضلوا. اهلا وسهلا الاسماء بقى سارة علي انور اتفضل اتفضل لا اهلا وسهلا. انتوا يعني عاملين فرقه ولا عاملين احنا عاملين فرقه من حوالي سنتين اسمها توليت توليت متاخر قوي يعني المفروض كنت تعملوها قبل كده مثلا المفروض نعملها من زمان يعني بس انا مش بغني هم بس اللي بيغنوا وانتي لا انا يعني الاداره يعني الادارة. طب انتوا هتفضلوا قاعدين ولا ايه لا لا هيغنوا طبعا انا عرفت اول ما انتوا عرفتوا ان معانا ايمن النهارده يعني ولا ان شاء الله طب اتفضلوا اقفوا انتوا هو هو احنا النهارده عندنا ثلاث اغاني ان شاء الله ثلاثه دي باكوره اعمالنا يعني الفنيه طيب فاول اغنيه هي اغنيه هو احنا فكرنا في الاول يعني بدل ما نالف اغاني من اول وجديد فاحنا هنجيب الاغاني اللي هي مؤلفه ونحولها للانجليزي بحيث ان احنا ننتشر بين صحابنا اللي بيسمعوا انجليش كتير وكمان ان احنا نسمع الناس بره اغانينا. انتوا مدارس اجنبي؟ انا حقوق انجليش وهم جرا انجليش. هم جرا انجليش؟ فده مبرر ان انتوا تغنوا انجليزي؟ مش مبرر بس احنا سمعنا اللغه بتاعتهم كويسه اكيد يعني تقدر تقول لي مصيبه سودا لو طلعوا ما بيغنوش انجليزي كويس طلعوا يفضحونا بره هو لما يبقى كويس ده هو كويس يعني تخيل واحد ما بيعرفش انجليزي وطلع يغني انجليزي يشوف كده طبعا حاجه ان شاء الله تبقى جميله يعني ان شاء الله بس هي احنا والله فرحانين ان حضرتك معانا لان اول اغنيه هي اغنيه استاذ ابو الليف انا مش خرنجه اللي هي تاليف حضرتك بس احنا مترجمينها بقى مش خرنجه عملتوها ايه؟ لا هي امان لا يعني هو اصل خرونج دي كلمه مميزه جدا ومصريه قوي لا فلازم تفضل زي ما هي طب يعني بالانجليزي خرونج ده عظيم والله عشان ندخل كلمات جديده بقى طب جميل اتفضل انت عايش فانا مش خرونج قوي وعلوا الصوت بقى لان انتوا اتفضل وتاني اغنيه برضو معانا برضو الاستاذ ابو الليف اللي هي دول مجانين برضو تاليف حضرتك يلا يا شباب ميت ماينس بيجر لزياب دولا كريزي دولا كريزي دولا دولا كريزي بس خلاص انف
انف يا شباب. الفل كده. عشان بس الوقت يعني. مفيش حاجه لام كلثوم؟ لا لا صراحه. لا اصل ام كلثوم محدش يعني الشباب الجديد ما بيسمعهاش كتير قوي يعني. لا بس احنا... لا ازاي؟ لا يعني بيسمع ام كلثوم طبعا. بس مش كتير. يعني احنا يعني في وسط اصحابنا هم بيسمعوا انجلش كتير، فاحنا حاولنا ايه نوصل لهم الاغاني العربي بس بالانجلش بقى. جميل. وتالت اغنيه برضو تاليف حضرتك بس هي انا بتاعتي برضو. مفيش غير تاريخي. انتوا ما عرفتوا ان محمود بوظوا التاريخ. هي اغنيه فيلم ذا جوست بتاع اللي هي الشبح. شبح. اللي هي بتاعت استاذ احمد سعد. سالت نفسي كتير. جميل. يلا شباب. دي بتاعتك؟ للاسف. انا عاجبني انك بتعيش قوي يعني صدق قوي كتير بتخش في الحياه لو كوره البينج بونج عملها حلو اطلع يلا مش سهل بس شرقي شويه يعني يبقى معانا عود بس بس يعني يعني احنا هنحاول نعمل جو شرقي برضو في وسط اغنيه جميل I ask myself more. ما نسيتش دي علالاً. I know. In myself is a good. For myself is a bad. ولا أنا جوا. يلا هنطلع برا. طبعا بعتذر لك يا ايمن. انا اشرف. اغانيك اللي باظت. لا عادي. ايمن انت عارف انا حافظ لك على اغانيك. لا انت من زمان يا اشرف. انت من زمان بتعمل فيها. من زمان بتدمرني. غير كده يا معلم. خبيبي. انا اول متهيألي شعب يعمل الانجليزي خبيبي. وفي المسلسلات الشخصيه اما تبقى اجنبيه تلاقيه بيتكلم كده يا خبيبي انا عاوز ما ترقفش. تيجي نشوف موضوع الانجليزي ده من خلال الفيديو بتاعنا وايه حكايه الناس اللي بيتكلموا انجليزي وهل ده ممكن يوقعهم في ورطه او في مشكله ولا لا. نشوف ونرجع نكمل كلامنا. ايه الاماكن اللي انت جايبنا فيها دي يا هاني؟ الله يخرب بيتك. انا الاماكن دي ما شفتهاش الا في الافلام، انما عمري ما شفتها في الحقيقه. انت يا عم القرموطو يعني هتشوفها فين في الحقيقه؟ قصده ما شافهاش لايف يعني. وبعدين مش كنا رحنا للبرنس اجدع؟ البرنس فهمنا وفاهمينه برضه وعارفين ايه اللي بيقدمه لنا. نيفر ايفر. انا رحت معاكم باش عشان انتم ماي فريندز، لكن نو واي يعني لا طريق. انا مش فاهم يا عم هاني، ام الاسبوعين اللي قعدتهم في المانيا دول وقلبوا ام لسانك انجليزي علينا. بس برضه فكره اهو نعيش لنا يومين يعني، هم اللي بيجوا يقعدوا في المطاعم دول احسن مننا في ايه؟ دي ناس زباله كلها. بقول لكم ايه، مش عايزكم تتخضوا من اي حاجه، الكلام الانجليزي بتاع الاكل اللي هتطلبوه ده هو شكل العربي بالظبط، يعني مثلا البطاطس بوتيتوس. يا سلام البطاطس بوتيتوس. طب والطماطم توميتوس. طب والموز؟ يبقى اكيد موزيزوس. صح موزيزوس. يا سلام لو معانا اتنين موزيزوس هنا في القعده. مكان محترم. يعني نعمل ايه في المكان المحترم؟ يعني نضرب سلام للمكان المحترم يعني. بس يا جدعان الجرسون جاي. بس هدوء للجرسون. مساء الخير. مساء النور. اني اوردر اي خدمه؟ انا عايز ده. اختيار هايل يا حضرتك. ده بقى اسمه اسكاربو. والله؟ وذا وايت دريسنج ولا الريد دريسنج؟ زي ما باخده انا على طول. طب حضرتك ممكن نضيف عليها باربيكيا؟ ضيف باربيكيا. وذ بقى هواين سلطه؟ مفيش مشكله هواين سلطه. اوكي. ها وحضرتك؟ انا زيه كده.
يعني حضرتك ممكن يبقى وزا كوارتا فورماج ولا نابليون. احنا هنتغابى بقى ولا ايه؟ الاثنين دول ما بيمشوش مع بعض. انا قلت زيه وخلاص. طب حضرتك ممكن اجيب لك فاهيتا؟ لو هي اللي هتجيب الاكل بنفسها. طب وحضرتك زيهم بالظبط. يعني حضرتك اجيب لك باربيكيا. بقول لك ايه، هتخش لي شتيمه بالام مش هتخلص معايا، واسال احمد ادم. طب حضرتك ممكن اجيبها لك ريم ولا ولدان ولا ميديم؟ اكس لارج 42 انجز. طب وحضرتك؟ بص بقى يا معلم، انا عايز ايه؟ نص فرخه، نص فرخه بحقه حقيقي تجيلي في الطبق كده، انا هدب فيها براحتي يا معلم. يعني تشيكن وينجز؟ لا انا عايز نص فرخه. ايوه حضرتك، كان اسمها تشيكن وينجز. هنقول تشيكن، مش هنقول هي نص فرخه وينجز. بكام؟ بحوالي 25 جنيه بس. ماشي، على قد كده. انزل يا معلم، الطبق نص فرخه وشويه سلطات وبتاع، روقني يعني. اوكي. اتفضل. هات المانيوال ده. ماشي. ده اسمه كلام؟ لازم تفضحنا وتقول له، ما هو قال لك وقال لك تشيكن، تقول له فراخ. ما هي التشيكن هي الفراخ، الله يرحم ابوك كان بياكل التشيكن بريشها. يا عيني ايه العب. اكل جه. يا سلام. اتفضل. ده بتاع مين المرهم ده؟ بتاع الاستاذ. شكرا. اتفضل. يا ابني ما انتوا لو عشنا عيشة اهاليكوا كان هيجي لكوا فراخ بحقه حقيقي. ايه ده فعلا ده؟ يعني ده لو عجبكوا يطلب لكوا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اضرب اضرب. الحمد لله. انا اسف جدا لحضراتكم، اتمنى يكون الاكل عجبكم. عجبنا جدا. صراحه الفراخ هايله. حضراتكم ده لاست اوردر، هتطلبوا حاجة تانية ولا نحاسب دلوقتي؟ لا أنا متهيألي نحاسب دلوقتي. أنت قلت لي الفرخة دي حضرتك كانت ب 25 جنيه. اتفضل، أدي 20. اتفضل، وأدي يا سيدي كمان 10 أهي. ماشي، يبقى بالتبس بتاعك. ها؟ شاكرين جدا يا فندم. طب وإحنا بقى حسبنا هاو ماتش؟ 3700 جنيه بس. العب. البس. يعني انت لو دخلت مطعم ايمن مثلا ولقيت اكل مش فاهمه، ممكن تسال مثلا الجرسون ده ايه؟ لا يعني انا لما بدخل حاجات زي كده مراتي هي اللي بتتعامل. عارف يعني مثلا الاستيميشن بتلعب استيميشن؟ بتلعب؟ لا لا ما بلعبش كل شيء خالص. ولا بتلعب اتوبيس كومبلي؟ زمان دي كده. لعبت اتوبيس كومبلي؟ طبعا. تيجي تلعب اتوبيس كومبلي؟ يلا تعالى يا معلم، تعالى اقعد على البتاع الموف ده وانا اقعد على البتاع الاخضر ده. ماشي. ومعانا الشباب دول. اهلا. هيجوا يلعبوا معانا. ها طلع شخصيتين. ها احسنت. تلعب دورين، حد يجي هنا وحد يجي هنا. يلا يلا بنتقعد عادي عليه. جاهز. قبل ما نبدا بس يعني دلوقتي انت قاعد لابس احمر وقاعد على الاحمر، وانت ازرق وقاعد على الازرق، وانت انت ايه؟ انا موف على موف برضه. وانا اهو بن على اخضر. لا صح. ماشي. طب قوم انت مع ده، قوم انت ده، قوم انت ده. تعالى انت مكان ايمن. مش قادر اقوم خلاص. طيب خد يا سيدي. يا سلام. خد يا سيدي. النبات دي صعبه قوي. نبات؟ بالعكس. نبات؟ دي نبات، عندك نباتات كتيرة جدا بتبدأ بالحروف دي. مين اللي هيختار الحرف الأولاني؟ أنا اللي اختار الحرف الأولاني. اديني قلم بسرعة. إيه ده؟ إحنا ما خدناش قلم. أنت ترابيزة وكده؟ وأنتوا خدوا الأقلام اللي هي كل واحد قلم أبيض، وأنا آخد قلم مميز اللي هو الشفاف ده. أنتوا ما خدتش لسه. ونكتب الحرف لازم وكده؟ الحرف الأولاني إيه؟ طب أنا هكتب بسرعة إزاي؟ خاطر هيختار. ممكن كده معانا؟ اتفضل معاك أهو. يلا. بس ما تغش. ضاد. ايه واد بضب ولا بنت ولا جماد؟ الف الف. هنختار بالالف. خلاص بقى بعد ايه؟ لا بعد ايه؟ جماد. ضربيزه. ضربيزه. ضيروت. حيوان.
مش عارف. ما نقولش احنا بنكتب، ما حدش يقول احنا بنكتب. أربعة ثلاثة اثنين واحد. أتوبيس كومبليت. بس ازاي؟ مش عارف. ها ولد بس يا أيمن، كله يحط القلم هنا بسرعة. ولد اللي هو ايه؟ انت اللي قال الضاد كمان. ضايع. انت ضايع فعلا. انت ضايع الضاد. انت مختلله ايه؟ انت ضياء. ضياء. ايه ده يخرب بيتك، جبته منين؟ ضيف. ضبع. ضبع. ايوه في الضبع، واحد اسمه الضبع. ضبع. وانا ما قلتش حاجه. كان في. طيب بنت. طب شفت بقى. مفيش بنت. دي مين بنت؟ ضياء. مفيش بنت اسمها ضياء. لا في. لا لا بتضحك علينا. مفيش بنت. جماد. جماد ضرفه. ضرفه. حلوه بس هي اسمها ضلفه بالله. او ضلفه. معلش ماشي ماشي يا ماما صح. مفيش. مفيش. ما تسرقش. حيوان. ضبع. طبعا ضبع. ضبع. ايه ده كلنا عارفين الضبع. نبات. ضلمه. ضلمه. ايوه ضلمه دي اكل. ما هي اصلا ايه؟ مش باميه. الضلمه هي الباميه مش كده برضه؟ لا امال الضلمه ايه؟ محشي. محشي. طيب ما المحشي ده بيبقى نبات. بيبقى نبات. ايوه يبقى ضلمه عادي. يا سلام. بلد. بيروت. بيروت. لا بيروت. لا بالدال. انت بتنطقيها ديروت ولا بتنطقيها ديروت؟ بس هي بالدال. ما حدش بيقولها ديروت. ديروت. ديروت اللي هي عاصمه لبنان. اسيوط. مش هي بيقولوها ديروت ولا بيقولوها ديروت؟ ديروت. لا ما حدش بيقولها ديروت. ديروت. ديروت بنقولها ديروت. ديروت انا احسبها. يبقى ماشي. صديقي برضه. يبقى انت بقيت 40. ضبع. واحد اثنين ثلاثة. لا دي خمسة. يبقى 10 20 30 40 40 45 45 45 وانا 70. 70 منين؟ ما انا الحكم. انا الحكم. ماشي. حرف كمان. لام. خلاص. لا اتوبيس كومبلي. ايه ده فعلا؟ بس يا ابن اللذينه يا سريع. برضو المؤلفين بيكتبوا يعني انت عارف. ايوه بس خلاص خلاص بس بلاش نظر. كام الولد؟ لمعي. لؤي. لامي. لامي. انت ناقله من والله ابدا. والله ناقله من دي كنا بنلعبها زمان فتلاقيك حافظها من ساعتها. ايوه صح. ما عرفش الولد. انت ايه جاي معانا تعمل ايه؟ لامي. ده كان كتاب كمان. لامي للرياضيات. بنت. لمياء. لمياء. انا لمياء. لميس. انا لمياء. لميا. لميا. انا لميس. وانا لميس. يبقى هم ماشي. انا 10 يعني. ادي 10 وادي 10. ها لا جماد. اول واحده انت لمي زي تبقى خمسه. يبقى خمسه صح. جماد. مفيش. لمبه. لمبه برضه. لمبه. يبقى خمسات. وانت مفيش. خمسات. امال بس فانيلا حمراء وكرسي ازرق. حيوان. لاما. لاما. برافو عليك. لامب. 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 ده اللي هو ايه؟ استنوا بقى. اللي هو زي الخروف ده. اللي هو زي الخروف. ما هو دي كلمه انجليزي. ما هو ده احنا يا راجل ده هي الحلقه بتتكلم عن كده. هو انت عامل كده؟ ايوه طبعا مش عايز. لامب. ايوه لامب. نسبال ولا ايه؟ ايوه طبعا مش حيوان. بس اسمه خروف. لا لامب. لامب. انا بقولها لامب. ما انت جايبني ليه في الحلقه؟ عشان انت عارف اني بقولها لامب اصلا. انا لاما فعلا. انا لامب. نبات. ليمون. ليمون. لوتس. لوتس. لوز. نبات اللوز. ده نبات. اللوز نبات. اللوز نبات. ده حيوان. يبقى المجموع ليون. ليون. البلد ليون. يا سلام. لبنان. ده البلد. ليون. يا ليون. ليون. وانتوا؟ لبنان. لبنان. لا حلو كده بقى. انت ما فيش. انت يا جوز ولوز. ماشي. احنا 50. يبقى ايمن هو اللي فاز. يا يا سلام. شكرا. يلا على فشله. وورق كده واخدين ورق ورايحين وجايين. اختار ضاد وهو مش عارف اي حاجه في الضاد. ايمن بهجت قمر الفنان الجميل وصديقي. تخيل الحلقه بتاعتنا خلصت. لا والله. والله دايما كده. وانت نورتنا. ده بنورك والله يا اشرف. طب ممكن يعني تسمعنا اخر حاجه مثلا انت كتبتها لحد؟ بص انا كتبت حاجه قريب من كام شهر كده. بس هي ماشيه قوي على اللي بيحصل دلوقتي. فبتقول ايه؟ مين فينا بقى فاهم حاجه؟ كذاب اللي يقول انا فاهم.
ما هو لو فعلا كده يا حبيبي كان اولى نعرف نتفاهم. والله انا رايي ان دي اوهام واللي انا شايفه ده اي كلام، وانا مش هعمل نفسي ملاك بصراحه كلنا بنساهم، كان اولى نعرف نتفاهم. الله بشكرك يا ايمن جدا، وبشكر كل المشاهدين، وبنتقابل معاكم الاسبوع الجاي وموضوع جديد وحلقه جديده من جد جدا برنامج مالوش دعوه باسمه. الورق فين؟ جه ولا لسه؟ جه ولا لسه؟ لسه؟ جه؟ جه ولا لسه؟ شكرا، ومعانا كمية اقلام، يلا بينا. ده بتاع حضرتك ده. وبيخرج ولا ايه؟ بيخرج. اوكي. احنا خلصنا. ها؟ احنا خلصنا، ده احنا بنملى. اه ناخد رياكشن هاني لوحده. اوكي اوكي ناخد البس. العب البس. اوكي رفع ايدي. اوكي العب البس.